استرشادي لمحصول الأرز هذا العام هو 2050 جنيه للطن. خلينا نشوف هل فعلا هذا السعر مرضي للمزارع المصري من الحاج محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين. حاج محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا سيدة الزراعة، صباح الخير. صباح النور. حاج محمد، السعر ده مرضي للفلاحين ولا لا؟ بداية لا، لأن تكلفة فدان الرز عالية، يعني الفدان بيكلف ما يقرب من 6000 جنيه. أما نيجي نشوف ال 2050 جنيه دول يا دوب التكلفة بتاع المحصول نفسه، من تقاوي، من شتل، من ري، من أسميدة، من حصاد، يا دوب. فأنا اللي احنا عايزين نضيفه كاحنا كاتحاد فلاحين، فيه مجموعة وزراء أو فريق عمل يحدد السعر. بمعنى وزير الزراعة، وزارة الزراعة منوط بها الإنتاج، السعر ده لازم تخش فيه إيه؟ هيئة السلع التموينية. تيجي هيئة السلع التموينية، وزارة الزراعة المفروض تقول تكلفة الفدان ده والمحصول ده هو قد كده، لازم أحقق للفلاح نسبة ربح أو هامش ربح حتى يعيش منه. فال 2050 مش مجدي. النهارده مثلا المضارب قفلت، على سبيل المثال، سايبين الفلاحين عرضه للتجار والتجار المستغلين. طب السعر السعر المرضي يا حاج محمد ممكن يكون في حدود كام مثلا؟ هل في فرق كبير؟ لا، على 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 ارتفاع اسعار السولر والعماله وكلام لا يقل عن 3000 جنيه. اذا هنا في فرق كبير، حضرتك بتتكلم في فرق 950 جنيه. واصل احنا بنتكلم يا استاذ اسراء من الواقع، ما بنتكلمش واحنا قاعدين في المكاتب ومش عارفين المحصول بيكلف ايه او كلام ده. لذلك بنقول المتخصصين اللي ما انا مش مع ان السعر يرتفع على فكره، وسياسه اتحاد الفلاحين مش مع تعلية اسعار المحصول، لا، تقليل التكلفه. قلل التكلفه وما ترفعش السعر، قلل التكلفه على الفلاح وما ترفعش السعر عشان المستهلك برضه، لان انا حاطط في عينيه المستهلك. وبعدين احنا بنطلب حاجه النهارده، القرار بتاع التصدير ما صدرش النهارده بتاع الرز، ما يصدرش طول العام، عشان التجار النهارده يجي هو يلم المحصول من الفلاحين، وخصوصا الصغار منهم اللي هم المنتجين الحقيقيين، ويجي بعد فتره يعلن يفتح باب التصدير، بقى الرز بيبقى عند التجار والشركات مش عند الفلاحين. تمام. فدي رؤيه لازم نوضحها ان كانها غايبه. انا بشكرك شكرا جزيلا حاج محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، وللاسف انا ببقى